صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ويا رب يكون يوم خير وصحه وبركه على الكل. اليوم وصفتي هي الفيتوتشيني مع الدجاج وصوص الالفريدو. يمكن كثير مننا بنروح على مطعم لحتى نطلب هي الوصفه، وهي صدقوني يعني تحضيرها كثير سهل. هلا اكيد رح نحكي عنها وعن المقادير وعن الطريقه وعن البدائل، يعني انا في شويه بدائل رح احكي عنهم لحتى تكون هيك اقتصاديه اكثر. ممكن انه مثلا جاي على بالنا الاكله بس ما عندي كل مكوناتها، شو المكونات البديله اللي ممكن انا استعملها؟ هلا اول شيء عندي هون طنجره على النار، المي عم تغلي، مي ما فيها اي اضافات، لازم تكون المي عم تغلي لما بدي نزل الباستا واسلقها. طبعا انا عم بستعمل اليوم الباستا اللي هي بيجي شكلها هيك مثل سباجيتي، هي بتجي طويله وعريضه شوي. هي هي الفيتوتشيني، يعني الاسم مو اسم الوصفه، اسم نوع الباستا اللي رح نستعملها. بمية السلق رح حط معلقة كبيرة من الملح، يعني ضروري تكون المي دائما، يعني بالمطبخ الإيطالي لما بيسلقوا المعكرونة دائما بينبهوا إنه المي لازم تكون ملوحتها مثل مية البحر، فبحط معلقة كبيرة من مية السلق. هلا أنا لأنه بدي أسلق الباستا وأتركها شوي لنحضر الصوص، رح حط شوية زيت زيتون أو زيت نباتي ما بتفرق مع السلق. السبب مثل ما قلت لكم، أنا هلا رح أسلق الباستا وبالفقرة الثانية رح نحضر الصوص وننزل الباستا بقلبها، بس أنا إذا عم بعملهم بنفس الوقت، يعني أنا عم حضر الصوص وبنفس الوقت عم بسلق المعكرونة أو الفيتوتشيني اللي عم نستعملها اليوم، دغري بطلعها من مية السلق وبنزلها بالصوص. بهيك حالة ما في داعي إنه أنا أضيف زيت لمية السلق. هلأ رح بلش نزل الباستا ودغري بدي حاول هيك قلبهم لحتى ما يلزقوا ببعض، وهي هي طريقة سلق الباستا. هلا هنا هدول نص كيلو، مبينين معكم يمكن حجمهم اكبر لانه هيك ملفوفين، بس هن نص كيلو وزنهم، ولانه هيك ملفوفين بهي الطريقه فبيعطوا هيك فوليوم شوي اكبر. بس هلا بعد ما ينسلقوا ويفكوا رح تطلع كميتهم عاديه. مثل ما قلت رح بلش كل شوي بقلبهم لحتى ما يلزقوا ببعض. حسب كل نوع باستا بتاخذ وقت، يعني نحن دائما بنحاول نلتزم بالوقت اللي مكتوب على العلبه او الكيس اللي يعني على نوع الباستا اللي عم نجيبها. هلا هون تقريبا بدها 7 لـ 8 دقائق، رح طلعها قبل ما تستوي استواء كامل اكيد، لانه رح ترجع تكمل استواءها شوي بقلب الصوص. هلا هون بالنسبه لتتبيله الدجاج، طبعا هي الوصفه يعني ممكن تنعمل مع دجاج وممكن بلا دجاج، بس انا اليوم حابه هيك اعمل لكم اياها متكامله لحتى اذا حبيتوا تعملوها يعني تلاقوا كل شيء كمكونات وقصص موجوده عندكم. هلا هون بالنسبه للتتبيله رح اضيف عصير ليمونه وبرش ليمونه. طبعا اضافه الليمون للدجاج هيك بيعطيها شويه حموضه. نحن الصوص لانه انا رح استعمل كريمه ما رح احط ليمون بقلب الصوص لانه ممكن تفرط عندي الكريمه، فبضيف الليمون يعني بعمل بعطي هي الحموضه للدجاج. هلا هون رح احط تقريبا معلقه صغيره، مو معلقه صغيره، حبه صغيره من الثوم، حبه مو معلقه، اكيد معلقه رح تكون كثير كميه كبيره، بس حبه صغيره. والبهارات اللي رح استعملهم، نص معلقه صغيره من الكمون، من الأوريغانو، ورح أضيف كمان رح استعمل البابريكا المدخنة. ممكن تستعملوا البابريكا العادية مع بهارات المدخنة إذا موجودة عندكم، ما أنا موجودة أكيد البابريكا العادية لحالها بتكفي. رح أحط هون كمان نص معلقة صغيرة من بودرة الثوم، بودرة البصل، وأكيد آخر شيء رح أحط ملح وفلفل أبيض. هي هي البهارات اللي رح استعملها. واخر شيء اخر مكون رح احط، انا عندي هون بالمكونات معلقتين من زيت الزيتون، رح اضيف معلقه مع التتبيله، والمعلقه الثانيه رح خليها لحتى احطها على بقلب المقلايه لما رح اعمل اسوي الدجاج. هلا اكيد دائما يعني بقول انا تتبيله الدجاج يفضل انه انا تبلها من قبل بوقت. هلا انا رح اتركها، ما رح دغري اسويها اسوي شرحات الدجاج لانه بدي اياهم هيك شوي يشربوا من التتبيله. عندي رح استعمل نص كيلو من شرحات الدجاج، شرحات الكاملة بس بنظفها وبخليها كاملة، وبحاول نقيها يعني شوي تكون صغيرة لحتى ما تاخذ معي وقت طويل بالاستواء. أكيد كل ما كانوا الشرحات كاملين وحجمهم صغير بتكون النتيجة أحسن. رح أتركهم منقوعين، وبالفقرة الثانية أو بين الفقرتين أنا رح سويهم بمقلاية، رح أحط معلقة من زيت الزيتون على حرارة وسط، ما بدي أقوي الحرارة لحتى ما ينحرق عندي الدجاج من برا وما يكون استوى من جوا، وبنفس الوقت كمان ما بدي تكون الحرارة كتير هادية لحتى الدجاج ما يخسر السوائل ويطلع ناشف. أنا مثل ما قلت وأنا عم بسلق المعكرونة كل شوي
بدي قلبها لحتى ما تلزق ببعضها. وبعد تقريبا هلا لسه باقي لها شيء 5 دقائق لتستوي، يعني ببين معي من القوام لسه ما نو مستوي. ومثل ما قلت يعني انا اذا بدي بدل الفيتوتشيني باي نوع معكرونه ثاني خلص بقول باستا او معكرونه مع الجاج مع صوص الالفريدو، لانه هي ما انا اسم الوصفه الفيتوتشيني، الفيتوتشيني هو اسم المعكرونه. متى ما بدلتها باي نوع ثاني، يعني مثل ما بنقول سباجيتي، مثل ما بنقول بيني على المعكرونه الاقلام، يعني بالمطبخ الايطالي كل شكل للباستا له اسم. فهذا هذا النوع اسمه فيتوتشيني، فيني بدله أكيد بأي نوع باستا متوفر عندي، وبسميه وقتها معكرونة أو باستا مع الجاج وصوص الألفريدو. هلأ أنا بين الفقرتين بس رح سوي الجاج، وبالفقرة الثانية رح نجهز صوص الألفريدو مع بعض أكيد لوقتها ليصير وقت الفقرة الثانية. رح أترككم مع الصبايا، تابعوا باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم. افتحوا أبواب المستقبل واكتشفوا الأفق الواسع مع مركز جلجامش. استعد لرحلة تعليمية استثنائية تجعلك تبرع في عالم السياحة والضيافة وإدارة الأعمال، فأنت مرحب بك معنا مهما كان عمرك أو شهادتك، لتعيش في متعة الخبرات العملية والأكاديمية، لتصبح مهيئاً لجميع فرص العمل التي ستكون بانتظارك بعد حفل التخرج السنوي الذي ستكون أنت بطله، وبشهادة دبلوم معتمدة عالمياً. ومهما كنت بعيداً فمواصلاتك مؤمنة. لا حدود للإبداع والتطور مع مركز جلجامش، نحن بانتظارك. يسعد صباحكم عن جديد، وصار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل يمكن أكثر وصفة مطلوبة بالمطاعم، اللي هي الفيتوتشيني مع الجاج وصوص الألفريدو. نحن سلقنا الفيتوتشيني بالفقرة الأولى، وهيك يعني تقريبا مو 3/4 استواء ولا استواء كامل بيناتهم، لانه هلا رح ارجع انا الباستا رح ارجع انزلها بالصوص بعد ما نحضره، ورح ترجع هيك تنسلق شوي مع الصوص بتكون استوت استواء كامل وقتها. والجاج كمان تبلناه وانا قليتهم تحت الهواء مثل ما قلت على حراره وسط، بعد ما تستوي من اول طرف تقريبا اخذت على كل طرف تقريبا 5 دقائق على حراره وسط، لحتى لانه عندي قطع الجاج شوي سميكه فلحتى ما تنحرق معي من برا وتضل ما انا مستويه من جوا بخليها على حراره وسط 5 دقائق على اول طرف، برجع بقلبها. وطبعا حكينا عن تتبيله الجاج بالفقره الاولى. هلا ضل نعمل صوص الالفريدو او الوايت صوص او الصوص الابيض اللي بيتقدم مع هي الوصفه. هلا انا اليوم رح اعملها بالكريمه، باعتبار صار في عندنا منتجات كريمه محليه، يعني قبل يمكن كانت تكلف اكثر الوصفه، انه كنا نضطر مثلا نشتري انواع كريمه اجنبيه او شيء ما انا موجوده بالسوق المحليه، بس هلا مع توفرها يعني صار انه فيني انا اعملها الوصفه بطريقتها الاساسيه، وراح احكي عن البدائل. هلا هون بالطنجره راح بلش بمعلقه من الزبده، اكيد مع الكريمه يعني انا بدي نكهه الزبده، ما بدي نكهه اي مواد دهنيه ثانيه. ومع الزبده راح احط شويه زيت نباتي، زيت الزيتون او السمنه، يعني طعمتهم راح تكون ظاهره وما راح كثير تلبق مع الكريمه، فمشان هيك خلينا بالزبده والزيت النباتي. للي عم يستعملوا زبده حيواني، اذا عم يستعمل زبده نباتي ما في داعي للزيت، لانه دائما احنا بنضيف الزيت مع الزبده الحيواني. بعد ما تدوب عندي الزبده رح نزل عندي هون حبه بصل حجمه وسط مفرومه ناعم، ودبلها شوي، ورح احط مع البصل تقريبا حبتين كبار شوي من الثوم المهروس. اكيد فيكم تكتروا البصل والثوم حسب انتو، او تقللون حسب كيف بتحبوا طعمتهم تكون ظاهره بالوصفه. هلا لبين ما يدبلوا بعدين رح نزل الفطر. الفطر وقت بدي انا عم بستعمل الفطر الفريش، وقت بدي نزل الفطر لازم تكون الحراره عاليه لحتى دغري تبلش السوائل اللي رح تطلع من الفطر تتبخر، لحتى ما يطلع هيك القوام مثل كانه مهروس. فمشان هيك خلوا الحراره عاليه. اول ما يدبلوا عندي المكونات
رح نزل الفطر، ولبين ما يدبلوا رح احكي عن البدائل. انا ممكن استعمل بدل الكريمه، كريمه الطبخ، الكريمه السائله، ممكن استعمل حضر صوص البشاميل، هو عباره عن زبده مع شويه زيت نباتي مع طحين. مثلا للتر من الحليب ممكن احط 3 معالق من الزبده مع 3 معالق من الطحين، حمصهم شوي، بعدين بضيف الحليب، واخر شيء طبعا اكيد بحط البهارات اللي هن الاساسيات، جوزة الطيب، الملح، الفلفل الابيض، وبعدين اخر شيء ممكن نضيف كوب واحد من الكريمه بس لحتى اعطي هيك نكهه للكريمه. هلا هون رح ضيف الفطر، عم استعمل فطر فريش، اكيد فيني استعمل فطر العلب كمان، يعني الاثنين بيطلعوا طيبين، بس انا دائما بفضل الفطر الفريش. وتركت النار عاليه لحتى دغري السوائل اللي رح تنزل من الفطر تتبخر عندي وما يضل في عندي سوائل هون. البديل الثاني عن كريمة الطبخ، ممكن استعمل حليب. لكل كوب من الحليب بحط مثلا معلقتين كبار من القشطة، القشطة الجاهزة، بدوبهم كتير منيح وبستعملهم بنفس الكمية. مثلا أنا إذا بدي استعمل لتر من الحليب ممكن استعمل علبتين من القشطة، بدوبهم مع بعض وبنفس البهارات اللي رح استعملها هلأ. هلأ هون رح أضيف الكريمة، مثل ما قلت عم استعمل الكريمة السائلة، تقريبا عم استعمل لتر من الكريمة السائلة. هلا اذا حسيت انه الكريمة شوي سميكة ممكن خففها بمية سلق المعكرونة، مية سلق الباستا اكيد ممكن خففها فيها. هلا هون رح خفف النار. شو الاضافات اللي رح اضيفها؟ هلا في شيء اضافات من عندي، يعني انا بحب طعمتهم مع هي الاكلة، وفي شيء من الوصفة الاساسية. هلا مثلا برش الليمون من الوصفة الاساسية، ما رح اقدر احط ليمون لانه ممكن تفرط معي الكريمة، فمشان هيك بحط برش الليمون لحتى اعطي هذا الشعور الحموضة، بس بنفس الوقت بتكون الكريمة حافظت على قوامها وما فرطت معي. إذا بتكون تحطوا عصير ليمون ممكن حط معلقة صغيرة من النشا مع الكريمة، ما بتفرط بهيك حالة. رح حط كمان معلقة صغيرة من الخردل المستردة، وهي إضافة من عندي. وكمان في الإضافة اللي رح أضيفها من عندي هي الصويا صوص، كمان معلقة صغيرة رح تعطي طعم كتير طيبة. ورح حط أوريغانو، ورح ضيف كمان الملح والفلفل الأبيض. هلأ بعد ما تغلي هون عندي الباستا أو وقت التقديم رح نزل الكريمة، رح نزل الباستا وبعدين رح أغليهم شوي مع بعض. والجاج ما رح أقطعه هلأ، الجاج دائما بعد ما يستوي خلوه يهدى شوي، تقريبا 5 دقائق، بعدين قطعوه وضيفوه على هاي الوصفة. هاي هي المكونات، هاي هي الطريقة، يعني كتير سهلة كتير بسيطة. أكيد مثل العادة تقديمة النهائية أو الشكل النهائي رح تشوفوه بآخر الحلقة، ولو وقتها رح أترككم مع الصبايا تابعوا باقي الفقرات وبرجع بلاقيكم بآخر الحلقة. يسعد صباحكم عن جديد، وصار الوقت لحتى أقدم لكم طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا فيتوتشيني مع الجاج وصوص الألفريدو أو الصوص الأبيض، وهيك كانت النتيجة. هلأ أنا بآخر شيء حطيت على الوش شوية جبنة وشوية بقدونس للتزيين، بس باقي المراحل أكيد شفتوها خلال الحلقة. إن شاء الله تكون هيك وصفتي لليوم عجبتكم، تجربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. والله أنا ما قدرت، قعدت عم حوس على الريحة وعم أشرب بس بدها تمشي.